باشمهندس، عشان برضو نوضح للسادة المشاهدين حجم العمل والجهد المبذول في هذا الملف تحديدا، حاب أعرف من حضرتك تقريبا عدد المناطق اللي تم تطويرها قد إيه، والتكلفة كمان كانت قد إيه؟ طيب احنا بنقول ان اول ما كلفنا بالقضيه عملنا خريطه قوميه، الخريطه القوميه دي على مستوى الدوله كلها، عملنا خريطه جي اي اس لكل مناطق الغير امنه داخل مصر، كانت 357 منطقه يقطنها حوالي 1.5 مليون مواطن، فيها 246 الف وحده، يعني 246 الف اسره عايشه فيها. كل المشاكل دي بالارقام اللي قلتها دي كانت ناس عايشه في عدم امان. كلمه عدم امان هنا، عدم الامان ده هو عدم امان على حياته، اللي ممكن يحصل في اماكن مهدده لحياته، موت مفاجئ او كوارث مفاجئه بتحصل، للصحه او طبعا الصحه دي بتؤدي في الاخر برضه وفاه، او في حيازه غير امنه، او اماكن غير لائقه للسكن زي عشش صفيح، عشش صاج، مباني متهدمه. كل الحاجات دي كانت يسكنها حوالي 1.5 مليون انسان بيتعرضوا لعدم امان في حياتهم كامله. فدي الحمد لله وصلنا لمرحله ان ما فيش حاجه اسمها غير امنه دلوقتي. برضه بعض الناس ممكن تقول لك ايه، امال ايه اللي بنسمع عنه ده، في بيوت بتقع وناس بتوفى. لا، في حاجه احنا بنتكلم مناطق غير امنه، لكن بيت يقع، لا ده شيء مختلف، ده حاجه مختلفه، عشان بس الناس ما تقولش ان احنا كلامنا في شيء من الخطا، او حد يقول لك امسك ده، في كان في ناس بتقعد، لا ده خلط بين الامور يا فندم. لا لا دي يعني يمكن ده دي نقطه ثانيه عشان بس نوضحها للناس.